وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد بدر هود المحمود وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية. نرحب بك في نشرة الثالثة ونبارك لكم طبعا هذا الإنجاز المستحق. ما هي أبرز الجهود التي ساهمت في تصنيف ميناء خليفة بن سلمان كأكثر ميناء كفاءة في العالم للموانئ الصغيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر تلفزيون البحرين على الاستضافة لإبراز حصول ميناء خليفة بن سلمان على المرتبة الأولى عالميا في فئة الموانئ الصغيرة ضمن مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن مجموعة البنك الدولي. طبعا لا يمكن أن يتحقق هذا الإنجاز لولا توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة من سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. هذه الجهود والتعاون بين جميع الأطراف سواء كانت حكومية أو قطاع الخاص ساهم في تحقيق المركز الأول على مستوى العالم في هذا المؤشر الدولي. ولعل من أبرز الجهود التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث هو الشراكة الحقيقية بين الجهات الحكومية العاملة في الميناء كوزارة المواصلات والجمارك والجوازات والصحة وغيرها، والقطاع الخاص ممثلة في الشركة المشرقة للميناء وغرفة الصناعات والتجارة البحرين في سرعة مناولة البضائع وتفريق الحاويات وتسليم البضائع للتجار، كذلك المبادرات التي وضعناها مع الشركاء في تسهيل التعامل لعمليات الميناء، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة والمنصات الإلكترونية التي تم إدخالها مؤخرا ساهمت في رفع كفاءة العمليات وقلصت الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات داخل ميناء خليفة بن سلمان. كل هذه الجهود وغيرها ساهمت بشكل كبير في تصنيف ميناء خليفة بن سلمان الأكثر كفاءة على مستوى العالم للموانئ الصغيرة. أيضا سيد الكريم، كيف يعزز ميناء خليفة بن سلمان دور مملكة البحرين في حركة التجارة الإقليمية والدولية ولوجستيا أيضا؟ يعني ميناء خليفة بن سلمان يعد من المشاريع الحيوية المهمة والبارزة في معالم نهضة مملكة البحرين، وهو نقلة نوعية في تطوير حركة النقل البحري، من حيث أنه هو الشريان الأساسي لمملكة البحرين في التبادل التجاري، ومثل ما هو معلوم أن 90% من تجارة البحرين تبر عبر الميناء. والموقع الاستراتيجي الذي تميز فيه الميناء في وسط منطقة الخليج، بالإضافة إلى توفير الخط البري المباشر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، الاقتصاد الخليجي الأكبر ومرورا بدول الخليج العربي، جعل مملكة البحرين وميناء خليفة بن سلمان المكان الأفضل والمناسب لجعل مركزا لتجارة العبور وتوزيع البضائع. طبعا الميناء هو جزء أساسي من القطاع اللوجستي الكلي لمملكة البحرين، ويساهم في تنمية القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الأخرى كالقطاع الصناعي، مثل ما ذكرت في تقريركم أن مملكة البحرين متميزة في القطاع الصناعي، فلا يمكن أن يكون في زيادة في الواردات والصادرات لولا وجود بنية تحتية مهيئة لاستقبال هذه البضائع. فدور الميناء أساسي وكبير في إبراز دور الحركة التجارية الإقليمية والدولية لمملكة البحرين. نعم، أيضا لو نتحدث أكثر عن استراتيجية مملكة البحرين لقطاع الخدمات اللوجستية، وهي الاستراتيجية التي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، يعني هل لك توضح لنا أبرز الخطوات التي تم اتخاذها أيضا لتعزيز موقع الميناء إقليميا ودوليا؟ نعم أخي الكريم، وضعت مملكة البحرين استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية لمواصاة الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي وتعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادي، تحقيقا لتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه وتوجيه ورعاية من سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهدف تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين، ويساهم في زيادة تنافس مملكة البحرين وجذب المزيد من الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطن. الرؤية العامة الاقتصاد اللوجستية لمملكة البحرين تصب في تسريع وتيرة تقديم الخدمات اللوجستية ورفع الكفاءة وزيادة التنافسية ويعني تعديل الإجراءات وربط ميناء خليفة بن سلمان بالقطاعات الأخرى كمطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد، مما يجعل البحرين هو الخيار الأفضل لهذه التجارة. يعني هذه الخطوات وغيرها أبرزت وعززت موقع البحرين إقليميا وعالميا
لجعلها مركز لتجارة العبور، وبالتالي يساهم في الاقتصاد الكلي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. بكل تأكيد. سعادة السيد بدر هود المحمود، وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية، شكرا جزيلا لك.